أولهم لأول مرة في راديو ماد الإعلامي الخلوق، الإعلامي الجريء، الإعلامي المتألق، رئيس تحرير جريدة البيان في قسم الرياضة طبعا، الإعلامي الكبير جيلاني العيدي. مرحبا بك، نورتني بحضورك جيلاني. مرحبا بك صاحبي، تحياتي ليك وتحياتي للإخوة الحاضرين كل مستمعي راديو ماد. شكرا فهمني، قدمت بأكثر ما استحق. لا تستحق الخير، وانت من القامات الإعلامية الكبيرة، وأنا سعيد بوجودك معايا. شكرا. وتعرف علاقتي متينة بيك، لكن الحقيقة يلزمها تتقال. وأنا أيضا ونحب برشا خاصة اللي يعمل في بلاتوات اللي جايين من الإعلام المكتوب. والحمد لله. طبعا بعد نحكي وش الفرق بين الإعلام المكتوب وجماعة اللي يعمل في البلاتوات، بمروش بتجربة الإعلام المكتوب. والحمد لله. أنيس الباجي مرحبا بك، وإن شاء الله مولدك مبروك. مرحبا صاحبي، إن شاء الله مولدك مبروك، مولد سيد الحضور، مولد التوانسة الكل والأمة الإسلامية الكل، إن شاء الله مولد مبارك، واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. والبلاتو بحق منور اليوم، أنا سجلاني الاسم سبق الصورة اليوم. عش. اليوم طبقت الصورة على الاسم. تبارك الله، ما يختلفوش برشا. إن شاء الله ديما متألق سجلاني، ومرحبا بك. عاشك بك. عربي سنقرية، نورتني بحضورك، إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، ومولدك مبروك. مرحبا بك خويا صاحبي، ومولدك مبروك ليك وكافة الشعب التونسي وكافة مستمعي راديو مات. صديقي وخويا وعشيري وخويا الكبير سي صالح ثابتي، إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير، وربي يفضلك لينا وللعائلة. عايشك صاحبي، مرحبا بالأخوين كل، مولدكم مبروك إن شاء الله، تنسى كل مولدهم مبروك والأمة الإسلامية. مرحبا بتجو كما يحلو لي أنا كماش نسميه. انت بعد دعوات اكثر من عام، اكثر من عامين واحنا نستدعوا فيه، شرفنا. مرحبا بيك تجو بالحق. من صاحبي باش نعطيك سر ما قلتش عليه قبل بكل. قل لي خويا. جيلاني العيدي هو من ثلاثه صحفيين اللي كنت نستشيرهم في اي موضوع يمس النادي الافريقي، تبدا فما شده، كنت نهز تليفون ونقول له شنو رايك. كان اول انسان بتذكرها مليح عام 94 وقت اللي خممت في انتداب نبيل معلول كلاعب، حكيت معاه هو اول واحد. ونتذكر كما توا في الصفحه الاخرانيه في البيان صاحبي، حتى ارتيكل ظريف كتب عليه هل ينضم نبيل معلول للنادي الافريقي باش يشوفه. من غاديك بدات الحكايه، دونك عشره كبيره برشا تفوت 25 سنة، قرابة 30 سنة. الملح ومحمود درويش يقول شقيق الورد عنده شقيق الملح، صالح شقيق الملح. ربي يداوم العشرة. ربي يداوم العشرة. كيف نحب أقول لصديقي وزميلنا بالحسن الفرشيشي وأحمد الزغلامي اللي أملوا لكم هذا البث المباشر، إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حي بخير، كل الزملاء في راديو ماد في نابل، إدارة راديو ماد كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله مولدكم مبروك. وتوا خلينا نبدأ مع روبريك تكويرة خفيفة. تكويرة خفيفة. سي صالح نتعاملوا على ربي معك انت في تكوير تكوير خفيفة. صاحبي نحب نحكي اليوم على دورة الياسمين، دورة الياسمين للتنس اللي أول مرة تتنظم في تونس. نحب نشكر ونهني أمامتا المشرفين المنظمين، بصراحة تنظيم محكم، حضور إقبال جماهيري محترم. الحاجة الباهية اللي ساهمت بزيد تعرف بتونس بالمنتوج السياحي، صارت في منطقة سياحية، منطقة الجماهير تاعها ظهرت حب كبير للتنس. نحب نقول لي الدورة هذية نحي على المستوى الرياضي والنتائج منش بنحكيه، نحب نحكي على مستوى التنظيم، مستوى متاع أشعتات هذية ريبركوشن، دورة ناجحة، منظمين قاموا ما خلاوا حتى كبيرة وصغيرة إلا وانتبهوا لها. باهية كنشوفوا في الوسائل الإعلام الدولية يحكيوا على دورة الياسمين في تونس، إن شاء الله هذية نشكروا دو دابور أول مرة تنظمت، إن شاء الله كل عام مش تولي، ان شاء الله ما نغيبوش، وكيكا باش ندعموا التنس، وهذايا باش نحققوا الامنيه نتاع سفيره السعاده التونسيه اونز جبر. ولو انه اونز جبر للاسف الله غالب، تمنينا اونز جبر تتوج على الاقل في بالدوره التونسيه هذه في تونس، لكن للاسف مره اخرى الزهر، وربما اشياء اخرى بعد قليل باش نحكيوا في عن دوره الياسمين والبطله اونز جبر. انيس عنا اخويا. أنا نلقى روحي صاحبي مرة أخرى باش نحكي على هيئة المدير الملعب التونسي اللي في بادرة طيبة، بصراحة بادرة تذكر فتشكر. استدعى دعوات للمسؤولين القدامى في الملعب التونسي، وصلتنا دعوات لحضور اليوم مقابل الافتتاحية في مركب النادي النايفر.
ضد حمام سوسه، لكن تعرف تعذر علينا باش نحضر اليوم، عندي التزامات معاك في الراديو، لكن هذه مستنا برشا ومشكله انا برك حتى في اتصال مع بعض المسؤولين الاخرين فريمون حركه توري على الاقل النوايا صدق النوايا نتاع الهيئه المدرسيه واللي هي ماده ايديها للتواصل مع الناس الكل واللي لم الشمل في العائله السادسيه. ان شاء الله ربي يبارك لكم ونقول لهم ان شاء الله يعطيكم ربي على قد قلوبكم، وان شاء الله نحن رانا ديما وراكم، واللي تعملوا فيه بقدره ربي باش يعطي اكله في الملعب التونسي ان شاء الله. وصراحة الرئيس الشاب محمد محجوب والأعضاء نتاعو قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، واستاد السيئة كل بكبيرهم وصغيرهم وطالبين باش يقفوا راهم وباش يدزوا معهم، لأنه محمد محجوب صراحة يشهد لكن ما عندوش عصا سحرية، لازم استاد السيئة الأحرار والغيورين يقفوا معهم. إن شاء الله بالتوفيق للهيئة المديرة والملعب التونسي في هذا الموسم الجديد، انطلاقت من مباراة حمام سوسة اليوم، وإن شاء الله الانتصار يكون للفريق الأجدر فوق الميدان. اليوم ديجا احنا في المباشر توا والمباراة يبدو انها انطلقت، بالتوفيق لزوز فرق في مباراة اليوم. عدي سنقريش عنا غريبة، هي غريبة، نحن في تونس نورمالمون صدروا زيت زيتونة، نحن في تونس كاريتوشي سي صاحبي الاستضافات اللي قام بها رئيس الجامعة الكل وكصور اللي مع عدة رؤساء معناتها نتاع جمعيات وعاونهم كيما سي جنيح كيما سي رئيس حملف كيما برشا هذاكم خويا تصور هذاكم الكل، ومعاهم السيدة الرئيسة نتاعنا نتاع سكرة تصور هذاكم الكل، وقع معناتها بعثهم للتاس، وقع ترجمة حتى الحديث اللي صار بينهم وبين رئيس الجامعة ترجموا وتبعثوا للتاس على كونهم الناس هذيك تحصلت على برشا أموال وعاوناهم وكونوا غزر نعاون في كرة القدم التونسية، وهاك ترى حتى التاس للتاس قال لهم هاك ترى معناتها رئيسة متاع جمعية وعندي حتى رؤساء سي وعلى كونه عطاو خذوا برشا إعانات وبرشا واحد. ونحن اللي نعرف وانا متأكد منه في سكرة كونه حتى مدام نجيت الحسنوي ما تحصلت حتى على شيء، لا كرة لا فلوس لا حتى شيء. على كل حال أنا ممكن نهني مدام نجيت الحسنوي اللي مشيت للفيفا في الخيال، لأنه هي حدها برج الوزير ما فاتتوش. عربي صحيحة معلومتك؟ طبعا كان أعطيك حاجة ما نفتلكش. مشوا معها الجريخة؟ مشوش الزريخ الصور هذيك اللي صار الكل الاستقبالات اللي صار الكل وقع ملف كامل تسمع فيه، وقع ترجمة حتى الحديث. لا أنا في بالي قلت تحولوا معناتها من لا هي تحولت في الخيال حولها سواديع في الخيال سويسرا، أما هي حتى برج الوزير ما تفوتوش. نحكي لك أنا اللي ترافيهم الكل، منهم عثمان جنيح منهم سكرة منهم خميسقر رئيس شيمينو، تصور هذاكم الكل كل اللي استقبلهم كل اللي استقبلهم سيد ما تنساش وليس فاقس لا وليس فاقس لا موضوع آخر لا موضوع آخر يجي حشيك خمسة ولا ستة رؤساء معناتها نتاع جمعيات قال إني راني قاعد نعاون في كرة قدم تونسية وعطيت برشا فلوس، والدوسي هذا موجود من الطاس وتقريبا حتى الهيئة يعني القانونية نتاع هلال الشابة طلعت عليه. وشنو المغزى من المغزى يعني على كونه أنا راني كان ربما تشوفوا في هلال الشابة مشاكل اغزر الجمعيات اغزر رؤساء الجمعيات يا عربي راهو كان مش يعمل حاجة من النوع هذايا هذاك واجبك هذاك واجبك لا بخلاف واجبه لا بخلاف واجبه يا صاحبي يبعثها للفيفا راهو الطاس محكمة في عنده قضية في الغرض هو باش يبعث المؤيدات. أنا كي نقول لك حاجة ما نفدلكش مانيش قلت لك تفدلك إيش نعمل وأنا بعثها للتاس قول بعثها للفيفا هو بعثها للتاس هذه معلومة مؤكدة موجودة في معناتها وفريق المتاع الهلال الشابة يعني فريق الدفاع هو اللي طلع واضح 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 عربي سنقرية. قبل ما نعطي الكلمة لزميلنا وخونا الجناني العيدي حاب نذكر الملعب التونسي يفتتح النتيجة ويسجل الهدف الثاني ضد ملعب حمام سوسة، وهلال الشابة يفتتح النتيجة أمام النادي الرياضي البنزرتي. جيلاني مرحبا بك مجددا واش عندك في تكوير خفيف؟ أنا فهمت التفاعل نتاع الأستاذ أنيس الباجي قريب ينقز قريب ينقز عويس مش حد في حب أنيس الباجي عرفت الملعب التونسي عرفت بالقوة الملعب التونسي سجل قبلت ما نحكي تكوير سي جيلاني عايشك شوية الميكرو قرب لي نحب اليوم فضل. اليوم طف اليوم صاحبي عندك كاسابلانش باش تقول وتعمل اليوم الحبكو. اليوم يصادف اليوم يصادف ذكرى بتاع عيد ميلاد خونا وزميلنا الراحل الكبير توفيق الخديلي الله يرحمه ونعم خونا توفيق بالمناسبه هذه تحيه لروحه فهمني وينام كما يقولوا فيها في طمأنينه وسكينه، وتحيه لمرته زميلتنا مريم ولده محمد علي وزوج بناته غاليه داليا وياسمين
بتكويرة خفيفة نحب نحكي البارحة بالصدفة رسالة ديما نشجع على المنتوج المحلي، تعرف نشجع على المنتوج المحلي والاقتصاد الوطني وإلى آخره، بتسكمي التونسي نشجع عليه. البارح مصادفة تفرجت في مباراة كرة اليد بين الأهلي والزمالك، قالوا لا خويا عربي الدنيا أخرى، تحس بنوع خليني نقول لك بالخجل على الواقع عن الرياضة التونسية في تونس، ثم حتى مقارنة عضلات فنيات ريتم حاجة أخرى حاجة أخرى، وصرتون بعد كيفاش زفر الحكم كيفاش جوز في رقم مشاو سلموا على بعض. مانيش مستحضرت استحضرتك الصور اللي جاتنا ماك المباريات بالتالي الافريقي وطريق دربيات اليوم زوز اقتاب تاع كرة اليد في تونس واقع كرة اليد التونسي في الوقت الحالي، ما حتى شيء 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 بعيد على بعض، كي تفرج في ماتش نتاع كرة اليد كانك تتفرج في زوز 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 فرق من اوروبا ماك الموديل الاوروبي متطوره برشا في كرة اليد. وهذا صالح صاحبي خليك تقيس على مستويات اخرى في الرياضه التونسيه، معناتها حاجه 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 من وراء الخيال مقارنه بكره اليد طبعا في تونس. واضح جيلاني العيدي تويك باش نحكيو على